السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. وفي حديث آخر: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. عن سيدنا عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها. نسيتها تعني أي أن الله أنساني إياها، فالتمسوها في العشر الأواخر. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: والله إني لأعلم ليلة القدر وإنها ليلة السابع والعشرين. وقد روي عن الإمام علي وابن مسعود أن ليلة القدر إما أن تكون 21 وثلاث وعشرين. أما الإمام الشافعي فيرجح أن ليلة القدر هي ليلة 23. أما الحسن البصري وأهل البصرة فهم يرجحون أن ليلة القدر هي ليلة 24. والسؤال الآن: متى ليلة القدر؟ هل هي ليلة 27 كما رجح الجمهور؟ أم إنها ليلة 21 و23 كما قال الإمام علي وابن مسعود؟ أم إنها ليلة 24 كما قال الحسن البصري وأهل البصرة؟ أم إنها ليلة من ليالي العشر الأواخر؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه. إذن متى ليلة القدر؟ اعلم أنه ورد في ليلة القدر 46 قولا ما بين أحاديث نبوية وأقوال الصالحين، الكل اختلف عليها، ولكن الراجح كالتالي: عند الجمهور أن ليلة القدر هي ليلة من ليالي العشر الأخيرة في رمضان. عند الجمهور أن ليلة القدر هي ليلة وتر من ليالي الوترية، أي الليالي الفردية في العشر الأواخر من رمضان. عند الجمهور أن ليلة القدر هي ليلة 27 من رمضان. إذن عند الجمهور أن ليلة القدر هي ليلة 27، ليلة وترية، ليلة في العشر الأواخر من رمضان. ولكن هل تعلم أنه من الصعب جدا تحديد ليلة 27 كل عام؟ لماذا؟ لأن ليلة 27 هي الليلة السابعة في العشر الأواخر بنص الأحاديث النبوية. إذن لو كان رمضان 30 يوما، إذن ليلة 27 ستختلف لو كان رمضان 29 يوما. لو رمضان 30 يوم، ليلة 27 يا جماعة هتختلف تماما عن لو رمضان 29 يوم، لأن ليلة 27 المقصود بها هي الليلة السابعة في العشر الأواخر. لو فرضنا أن شهر رمضان 30 يوم، إذن أول العشر الأواخر يا جماعة هيكون ليلة 21. إذن ليلة 21 هي ليلة رقم 1 معانا في العشر الأواخر. إذن ليلة 27 هتبقى في مكانها الطبيعي ليلة 27. لو فرضت أن عدد أيام شهر رمضان يا جماعة 29 يوم، إذا العشر الأواخر هيبدأوا من ليلة 20. إذا ليلة 20 هي أول ليلة فردية بالنسبة لنا. ليلة 27 هتلاقيها يا جماعة تغير مكانها أو تغير معادها، بقت ليلة 26. إذا ليلة 27 يا جماعة بتختلف طبقا لعدد أيام الشهر. والنقطة دي يا جماعة حلت الخلاف ما بين كل العلماء وبين كل الأقوال، لأن الناس اللي قالت إن ليلة القدر ليلة وترية كانوا يقصدوا إن عدد أيام شهر رمضان 30 يوم، أو إنهم عصروا شهر رمضان في المرحلة دي كان 30 يوم. والناس اللي يقصدوا إن ليلة القدر ليلة شفعية كان عدد أيام شهر رمضان 29 يوم. إذن ليلة القدر قد تقول ليلة شفعية أو قد تقول ليلة وترية. خلاصة كل الأقوال دي يا جماعة وخلاصة كل الأحاديث دي إن حضرتك هتتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. لذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. سؤال الآن: ما الحكمة من إخفاء موعد ليلة القدر؟ الحكمة من إخفاء ميعاد ليلة القدر محبة الله لعباده. ربنا بيحب عباده جدا، عاوز يطول الفترة اللي بينه وبين عباده، عاوز يطول فترة العبادات لأكبر حد ممكن، عاوز يطول فترة التهجد والصلوات والخشوع واللجوء إليه إلى أكبر وقت ممكن. عشان كده يا جماعة أخفى هذه الليلة عن عباده حتى يستكثروا من أعمال العبادات، حتى يستكثروا من أعمال الخير. فلو أننا علمنا أن ليلة القدر في ميعاد محدد كانت العبادة محددة، أو كانت العبادة ضيقة الوقت. أما الآن أنت ستبدأ من أول عشر الأواخر لنهاية العشر الأواخر، فتكون مدة العبادة مدة طويلة، تكون فترة اللقاء بينك وبين ربنا يبقى أكبر فترة أو أكبر لقاء ممكن. هذا والله أعلم.